بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. نعم. باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. لما فرغ من الطهارة، الحديث الواردة في الطهارة، انتقل إلى الصلاة. ووجه تقديم الطهارة على كتاب الصلاة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروط. الصلاة باللغة الدعاء، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، صل عليهم أي ادعو لهم. هذه هي الصلاة. والأعشى وهو شاعر من شعراء الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يسلم، وهو شاعر فصيح، يقول: تقول ابنتي لما قربت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفنا فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد في قوله: عليك مثل الذي صليت، يعني دعوتي، لأنها قالت: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. هذه صلاة في اللغة. وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المشتملة على الأقوال والأفعال المبدوءة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع، وهي المقصود هنا. المقصود هنا الصلاة في الشرع. والمواقيت جمع ميقات، وهو زمان الشيء أو مكانه، زمان العبادة أو مكانها. فزمان العبادة يسمى ميقاتا زمانيا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت زمانية. ومواقيت مكانية، ومنها مواقيت الإحرام الخمسة أو الستة. فالمراد بالمواقيت هنا المواقيت الزمانية التي حددها الله ورسوله مواقيت للصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة. وقد ذكر الله في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس وسط النهار، ويدخل في هذا صلاة الظهر وصلاة العصر. إلى غسق الليل يدخل فيه صلاة المغرب، صلاة العشاء. قرآن الفجر يدخل فيه صلاة الفجر. هذه خمسة، هذه خمس صلوات بيّن الله مواقيتها إجمالا، وبيّنتها السنة تفصيلا
بينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل. الصلاة لا تصح إلا في وقتها، لا يجوز تقديمها على وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في حالة العذر، حالة العذر كالنوم أو النسيان، أو من أراد الجمع، من أراد جمع الصلاة مع التي بعدها وهو ممن يسوغ له الجمع، فإن وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا، فيؤخر الأولى إلى الثانية ويكون الوقت للثنتين وقتا واحدا. أما من يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنها لا تصح منه ولا تقبل، لأنه صلى غير الصلاة التي أمره الله بها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. من أخرجها عن وقتها من غير عذر فإنه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها، فتكون باطلة غير مقبولة. وهذا أمر مهم جداً يتغافل عنه بعض الناس، يتساهلون في الصلاة في وقتها، عنده أن المهم أنه يصلي في أي وقت شاء، ليس كذلك، ما هو بالمهم أنه يصلي، المهم أنه يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى. فإن أخرجها عن وقتها فقد ضيعها. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ومعنى أضاعوا الصلاة أي أخرجوها عن وقتها. ولو كان المراد أنهم تركوا الصلاة لقال تركوا الصلاة، فإضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها ولو صلى. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، هذا في الذي يخرجها عن وقتها. سماهم الله مصلين، ويل للمصلين، ثم قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون عن صلونها في غير وقتها من غير عذر، توعدهم الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يصلي أصلا فهذا كافر. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الذي يتركها متعمدا هذا كافر، على خلاف بين العلماء هل هو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر، والصحيح أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة. فأمر الصلاة عظيم، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأنها أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فرضت في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، بخلاف بقية الشرائع فإنها تنزل عليه وهو في الأرض عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل. أما الصلاة فإنها فرضت عليه وكلمه الله بها تكليما بدون واسطة جبريل، هذا لأهميتها وعظم مكانتها عند الله جل وعلا. وأمر أن تبنى لها المساجد وأن يرتب لها الأئمة والمؤذنون، وأمر بالاجتماع لها، كل هذا يدل على تعظيم قدر الصلاة، وهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند الموت. كان صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما زال يكررها حتى ثقل بها لسانه عليه الصلاة والسلام. آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا الصلاة، أوصى بها.
الصلاة قدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلمين أن يهتموا بها وأن يقيموها. الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو العالم المشهور والمقرئ المشهور، فمكانته عظيمة في الإسلام رضي الله عنه، من أجل أصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي يروي عنه الراوي فيقول: حدثني صاحب هذه الدار، هذه الدار، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قالوا: هذا دليل على أن الإشارة تكفي عن التعيين، الإشارة تكفي عن التعيين، لما أشار إلى الدار عرف صاحبها وهو ابن مسعود رضي الله عنه. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، هذا أفضل الأعمال، بمعنى الصلاة في أول وقتها، وليس المعنى أن الصلاة في وقتها أفضل من الصلاة خارج الوقت، لا، معناه الصلاة لوقتها أو على وقتها، أي في أول وقتها، المبادرة إليها في أول الوقت، هذا أفضل الأعمال. الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها، والمعنى في أول وقتها، وهذا فيه دليل على أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وذكر في هذا أن أفضل الأعمال الصلاة، الصلاة المفروضة إذا وقعت في أول وقتها فهي أفضل الأعمال، بينما هناك أحاديث تذكر أعمالا أخرى، الجهاد أو بر الوالدين أو طلب العلم، قالوا هذا يتفاوت بتفاوت الناس، هذا يتفاوت بتفاوت الناس، فبعض الناس يكون الأفضل في حقه الجهاد لأنه عنده قوة وعنده معرفة في الحرب، هذا أفضل الأعمال في حقه الجهاد. بعض الناس عنده نهمة في طلب العلم ورغبة في طلب العلم، هذا الأفضل في حقه أن يطلب العلم. بعض الناس عنده نهمة في العبادة، الصلاة الليل، هذا الأفضل في حقه الصلاة، صلاة النوافل والإكثار منها، فالناس يتفاوتون في استعدادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل واحد بما هو الأليق به. أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، هذا فيه فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت.
ويأتي تفصيل هذا في الأحاديث التي بعده، متى تصلى الظهر، متى تصلى العصر، متى تصلى المغرب، متى تصلى العشاء، متى تصلى الفجر، هذا يأتي تفصيله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى: اشكر لي ولوالديك، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. والبر بهما يشمل البر بالقول والبر بالفعل والبر بالنفقة عليهما، يشمل كل هذا الإحسان. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، الإحسان إليهما يشمل جميع وجوه الإحسان من قول أو فعل، لأن حقهما عليك عظيم، يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. وعقوقهما من أكبر الكبائر والعياذ بالله. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونشر هذا الدين، هذا فيه فضل عظيم، الجهاد في سبيل الله. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، دل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا في الجهاد المستحب، أما الجهاد الواجب فلا يشترط له إذن الوالدين، مثل جهاد الدفع، دفع الكفار عن البلد، عن بلد المسلمين، إذا حوصر وخشي على المسلمين من شر الكفار، فإن هذا يتعين على كل من يستطيع، فرض عين، ولا يشترط له إذن الوالدين. هذا إذا حوصر بلده، إذا حوصر بلده الذي هو ساكن فيه، فإنه يدفع عن نفسه وعن إخوانه المسلمين المقيمين في هذا البلد، ولا ينتظر الإذن من أحد، لأن هذه مسألة ضرورة، مسألة ضرورة. أما الجهاد الغزو، الجهاد الذي هو الغزو أو الجهاد الذي فيه مساعدة للبلدان الأخرى من بلدان المسلمين، هذا مستحب ويشترط فيه إذن الوالدين، لأن حقهما مقدم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فيقدم بر الوالدين على الغزو في سبيل الله عز وجل. فهذا الحديث فيه فضل الصلاة في أول وقتها، وهو الشاهد، وهو الشاهد للباب. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو استزدته، أي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة، لزادني. فهذا فيه أنه لا ينبغي كثرة الأسئلة والإثقال على العالم، لا ينبغي هذا، أن يثقل عليه وأن يكثر عليه الأسئلة، وإنما يسأله أسئلة لا تحرجه وتشق عليه، ولا يستزيد من الأسئلة فيحرج أو يثقل العالم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نعم،
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر لأصحابه ويشهد الصلاة، يعني يحضر الصلاة معه نساء من نساء الصحابة رضي الله عنهن متلفعات، أي متلفعات أي متلفلفات أو متلففات، بعض الروايات متلففات، بمروطهن، مروط جمع مرط وهو كساء من الصوف، متلففات أو ملتحفات، ملتحفات بمروطهن. فهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن تشهد المرأة الصلاة في المسجد، لكن بشرط أن تكون متسترة، أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للفتنة بالطيب أو غيره، أو بالحلي أو غير ذلك من أسباب الفتنة، تكون ساترة لجميع جسمها عن الرجال بالجلباب أو بالعباءة أو بالجلال الكبير الذي يضفي على بدنها. هكذا كان الصحابيات يفعلن في خروجهن للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن إذا أرادت أن تصلي مع المسلمين فلا تمنع، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بيوتهن خير لهن. وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات وغير متطيبات، لا يلفتن النظر إليهن، أنها ما خرجت لزينة، خرجت لعبادة، تريد الأجر ولا تريد الإثم. فعلى المرأة المسلمة أن تعرف هذا. متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن يعرفهن أحد، يعني من شدة الظلام، من شدة الظلام لا يعرفهن، أي لا يميز بينهن وبين الرجال، يرى أشباحا ولا يميز هل هي امرأة أو رجل من شدة الظلام. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، كان يبكر لصلاة الفجر في أول وقتها. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن صلاة الفجر الأفضل أن يبكر. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، يعني يبكر بها، إذا طلع الفجر يبادر بصلاة الفجر، إلا إذا كان هناك من تفوته الصلاة، إنه يعطي للناس فرصة حيث يتوضؤون ويحضرون للصلاة. أما إذا كانوا كلهم حاضرين فإنه يبادر بالصلاة، إذا كان الجماعة كلهم حاضرين في المسجد فإنه يبادر بالصلاة في أول وقتها، أما إذا لم يحضروا فإنه ينتظر حتى يلحق من اشتغل بالطهارة أو بالوضوء، ولا ينتظر الكسالى، إنما ينتظر الذين عندهم الرغبة في الصلاة، ولكن يحتاجون إلى طهارة، يحتاجون إلى فرصة. أما الكسلان هذا ما له حد، لو تأخر تأخر، كل ما تؤخر هو يتأخر، أما الراغب في الصلاة هذا لا يتأخر إلا من عذر، فأنت تعطيه الفرصة من أجل عذره يلحق بالصلاة. لا يعرفهن أحد من الغلس، الغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، يصير غلس، غبش، غبس بالسين، كله بمعنى واحد. فالشاهد من الحديث المبادرة في صلاة الفجر في أول وقتها،
وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فرأى أنه يسفر بالفجر، لأنه جاء في حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. لكن الجواب عن هذا أن المراد بالإسفار بالفجر التأكد من طلوع الفجر، ليس المراد بالإسفار التأخير بعد طلوع الفجر، وإنما المراد بالإسفار التأكد من طلوع الفجر حتى يرى ضوء النهار بعد الفجر الثاني. هذا هو الجواب عما استدل به أبو حنيفة رحمه الله. نعم، أعد الحديث. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. من الغلس يعني من الظلام، فدل على التبكير بالفجر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. نعم، هذا الحديث فيه تفصيل لما أجمل في الحديث الأول. قوله يصلي الظهر الهاجرة يعني في شدة الحر إذا زالت الشمس، دل على أنه يبادر بها، دل على أنه يبادر بها في أول وقتها. والهجير هو الحر، لكن جاء في حديث أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا سيأتي. فالأصل أنه يبادر بالصلاة، هذا هو الأصل أنه يبادر بالصلاة، لكن إذا اشتد الحر فإنه يبرد بالصلاة بحيث لا يشق على الناس. هذا الظهر. العصر كان يصليها والشمس نقية يعني بيضاء، يصليها والشمس نقية يعني بيضاء، لم يغشها الاصفرار، لأنها بعد العصر إذا طال الوقت تصفر، وفي أول الوقت تكون بيضاء، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وقت بياض الشمس قبل أن تصفر، دل على أنه يبادر بالعصر، يصليها في أول وقتها. والمغرب، صلاة المغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا سقطت في المغيب، إذا وجبت يعني سقطت، إذا سقطت في الأفق وغاب قرصها، هذا وقت دخول وقت المغرب. إذا غابت الشمس يعني سقطت في الأفق وغاب قرصها يبدأ وقت المغرب. ولكن هذا لمن يشاهد الأفق، من يشاهد الأفق يعني يكون في مكان شاهد الأفق. أما إذا كان في مباني أو عند جبال فإن مغيبها عنه لا يدل على الغروب، تكون غربت في هذا المرتفع، في هذا المرتفع ولم تغرب في الأفق، حينئذ لا يعتبر هذا غروبا للشمس،
إذا كان دون الأفق شيء مرتفع واختفت من ورائه، هذا ليس هو الغروب. الغروب هو أن تسقط في الأفق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. العلامة على غروب الشمس إذا كنت في مكان لا ترى الأفق، فالعلامة أن ترى الليل أقبل، أن ترى الليل أقبل من المشرق. إذا رأيت ظلمة الليل أقبلت فأعلم أن الشمس قد غابت إذا وجبت. ودل هذا على أنه يبادر بالمغرب وأنه لا يصلى قبلها نافلة. ولكن ورد في الصحيح أنهم كانوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. كان الصحابة يتبادرون السواري، إذا غربت الشمس يتبادرون السواري، يصلون ركعتين. فدل هذا على أنه يصلي، إذا غربت الشمس يصلي ركعتين ثم تصلى المغرب. نعم. عن أبي المنهال: وأما العشاء فأحيانا وأحيانا. العشاء أول وقتها بمغيب الشفق، أول وقتها بمغيب الشفق الأحمر، وآخره المختار إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الضرورة، هذا وقت الضرورة، لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار. والمختار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا هو المختار. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخرها كما يأتي، ولكن رفقاً بأصحابه أنهم إذا اجتمعوا عجلها في أول وقتها، وإذا تأخروا أخرها إلى أن يحضروا. فدل على أن الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم، خصوصاً إذا كان الوقت مثل وقت العشاء، كل ما تأخر الصلاة فهو أفضل. فيجتمع مصلحتان: مصلحة حضور المأمومين ومصلحة فضيلة الوقت. إذا أخرها اجتمع مصلحتان، وإذا قدمها مصلحة واحدة وهي مراعاة المأمومين، عدم المشقة عليهم. وأما الفجر كان يصليها بغلس، يعني يبادر بها بغلس، يعني والغلس هو اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل. دل على أنه يبادر بها، بادر بصلاة الفجر. لكن كما أسلفنا إذا كان الجماعة حاضرين يبادر بها، إذا كان الجماعة متفرقين في البيوت ويحتاجون إلى مهلة فيتوسط، يعطيهم مهلة متوسطة حيث يحضر الحريص على الصلاة يحضر. أما المتكاسل فهذا لا يراعيه الإمام، لأنه كل ما راعاه زاد كسله. نعم. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
نعم، وهذا أيضا فيه التفصيل في مواقيت الصلاة، فيه التفصيل في مواقيت الصلاة. هذا أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي الصلاة التي صلاة الهجير، يعني صلاة الظهر، والهجير شدة الحر، الهجير والهاجرة شدة الحر، يصلي الهجير يعني صلاة الظهر التي تدعونها الأولى، أي الصلاة الأولى، الأولى وصف لموصوف محذوف، أي التي تسمونها الصلاة الأولى. لماذا تسمى صلاة الظهر الصلاة الأولى؟ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل نزل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأول صلاة صلاها به صلاة الظهر، فسميت بالصلاة الأولى، كان يصليها في أول وقتها، كان يصليها في أول وقتها كما سبق. وكان يصلي العصر، كنا نصلي معه، يقول أبو برزة رضي الله عنه، كنا نصلي معه العصر فنذهب إلى رحالنا في أقصى المدينة، رحالنا يعني منازلنا في أقصى المدينة والشمس حية يعني بيضاء، دل على أنه يقدم العصر، لأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة ويصلون إليها والشمس حية، دل على أنه يقدم العصر ويصليها في أول وقتها. قال الراوي ونسيت ما قال في المغرب، هذا سبق بيانه في الأحاديث أنه يصليها إذا غربت الشمس. وكان يحب أن يؤخر العشاء، كان يحب أن يؤخر العشاء، فدل على أن تأخير العشاء إذا لم يترتب عليه مضرة أنه أفضل، أما إذا ترتب عليه مضرة بالناس انتظاره فإنه يقدم، كما في الحديث الذي سبق أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل رفقا بهم، وإذا رآهم تأخروا أخر، هذا في صلاة العشاء. وأما الفجر فكان يصليها وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، دل على أنه عند الدخول في الصلاة ما يعرف الرجل من بجانبه من شدة الظلام، وإنما يعرفه بعد ما يسلم. وكان يقرأ بالستين، ستين آية، كان يقرأ بالستين إلى المئة، إلى مئة آية، يعني يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مترسلة مرتلة، ورتل القرآن ترتيلا، إذا كان يقرأ بالستين آية يرتلها أو بمئة آية يرتلها، وينصرف حين يعرف الرجل جليسه، هذا دليل على أنه يدخل فيها مبكرا بعد طلوع الفجر مباشرة، وفيه دليل على إطالة القراءة في صلاة الفجر عملا بقوله تعالى وقرآن الفجر، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، فهذا يدل على أن صلاة الفجر يبكر بها، من حيث أن الرسول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، فدل على أنه عند الدخول في الصلاة لا يعرفه من الظلام، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه سرج ولا أنوار، ما كانوا يضيئونه، وإنما كان فيه ظلام، ظلام الليل، وإنما كانوا يأتون إليه في ظلام ويصلون الفجر، يدخلون فيها
والجو مظلم. وإذا انتهت الصلاة عرف الرجل جليسه، دل على أنه في الأول لا يعرفه من الظلام، هذا يدل على تقديم صلاة الفجر في أول وقتها وعلى تطويل القراءة فيها، يقرأ بالستين إلى المئة. نعم. علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. نعم، هذا الحديث فيه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. وغزوة الخندق هي غزوة الأحزاب، فإن الأحزاب تجمعوا من القبائل ومن من حولهم، تجمعوا وغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقاً حول المدينة يمنع خيول المشركين من اقتحام البلد، فأخذ صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان وحفر الخندق حول المدينة، فنفع الله بهذا الخندق، وكان صلى الله عليه وسلم يشارك في الحفر، كان عليه الصلاة والسلام يشارك أصحابه في الحفر، حفر الخندق، حتى أكملوه، فسميت غزوة الخندق، وكانت بعد غزوة أحد. ذكر الله قصتها في سورة الأحزاب. حصل على المسلمين شدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فالمشركون من خارج المدينة واليهود من داخل المدينة والمنافقون أحاطوا بالمسلمين، فحصل على المسلمين شدة عظيمة، ثم فرج الله عنهم وهزم عدوهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم، من هم اللي ظاهروهم؟ اليهود. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من قصورهم وحصونهم التي تحصنوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون من اليهود وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هؤلاء بنو قريظة إحدى قبائل اليهود. هذه نهاية غزوة الخندق، النصر للمسلمين على المشركين وعلى اليهود. وأما المنافقون فالله دحرهم سبحانه وتعالى ورد كيدهم في نحورهم. الشاهد منها قوله: شغلونا عن الصلاة، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين
وفي رواية ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، هذا دعاء عليهم، دل هذا على جواز الدعاء على الكفار، هذا فيه جواز الدعاء على الكفار إذا اعتدوا على المسلمين، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا فيه دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ هذا الحديث يدل على أنها صلاة العصر. وهناك من يقول الصلاة الوسطى صلاة الفجر، هناك من يقول الصلاة الوسطى صلاة الفجر، والصحيح أنها صلاة العصر لهذا الحديث وأمثاله. لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ لأنها لم تنزل صلاة الخوف، صلاة الخوف إنما نزلت بعد هذا الوقت، إذا غزوة ذات الرقاع، فلم يصلي صلاة الخوف لأنها لم تشرع في هذا الوقت، وإنما شرعت فيما بعد، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا دليل على أن الصلاة إذا فاتت فإنها تقضى، إذا فاتت لشغل شغل عنها أو لنوم أو لنسيان فإنها تقضى في أي وقت. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى صلاها بين المغرب والعشاء أي صلاها بعد دخول المغرب قبل صلاة المغرب، لأنه لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب بين الصلاة الماضية والصلاة الحاضرة، فهو صلاها قبل أن يصلي المغرب. ويكون قوله صلاها فيما بين المغرب والعشاء أي بعد دخول المغرب صلاها ثم صلى صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. يكفي هذا، نقف على هذا، لكن سبق لنا في الحديث في صلاة العشاء أنه قال: التي تدعونها العتمة، تدعونها العتمة. فقوله تدعونها العتمة هذا يدل على كراهة هذا الاسم، إنها لا تسمى بالعتمة وإنما تسمى العشاء كما سماها الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، سماها العشاء، فيكره أن تسمى بالعتمة لأن هذا من أسماء الجاهلية، كانوا يسمونها العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وقال في هذا الحديث: التي تدعونها، دل على أنه غير راضي عن هذا، تدعونها العتمة. نعم، يكفي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يكثر من بعض طلبة العلم الكلام في وقت دخول الفجر وأن وقته متقدم عن دخوله في التقويم. هؤلاء ليس عندهم إلا التشويش والمخالفة، هذا دأبهم وهذا شأنهم، ولا عندهم خبرة بالمواقيت، ما عندهم خبرة بالمواقيت، وإنما يريدون أن يشوشوا على الناس.
تقويم أم القرى معتمد، وقد جرب وقد امتحن، تبين أنه تقويم مطابق ومنضبط، وهذا بالتجربة. نحن نصلي، يؤذن المؤذن على التقويم، يؤذن المؤذن للفجر على التقويم، ينتظر الإمام ربع ساعة أو ثلث ساعة ثم يصلي، ثم نخرج، وإذا خرجنا إذا النهار بين واضح، النهار بين واضح، دل على أن التقويم أنه صحيح وليس فيه اختلاف كما يقولون. ويجب أن هذه الشائعات ترفض ولا يلتفت إليها. نعم، وهي الآن خفت، هي الآن خفت عما كان من قبل، لما رأوا أن المسلمين لم يلتفتوا إلى قولهم خفت هذه الشائعة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الحاصل في هذا الوقت أن الوقت بين الأذان والإقامة محدد من قبل الأوقاف، فهل يلتزم هذا التحديد أم يراعى حال الجماعة؟ هذا طيب، الإعلان لهم، الإعلان للجماعة أنه بين الأذان والإقامة كذا وكذا، الإعلان لهم طيب علشان يستعدون، علشان يستعدون، هذا مما يعينهم على الحضور ويحزمهم على الحضور. إذا عرفوا الوقت اللي بين الأذان والإقامة، اللي يريد الصلاة يهتم ويحضر، فهذا من الأمور الطيبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نومي ثقيل، وكل يوم أو يومين أنام عن الفجر، ولا أستطيع القيام إلا بعد خروج الوقت، هل أعتبر كمن تركها عمداً إذا تكرر ذلك بشكل دائم؟ نعم. يقول: نومي ثقيل، وكل يوم أو يومين أنام عن الفجر، ولا أستطيع القيام إلا بعد خروج الوقت، هل أعتبر كمن تركها عمداً إذا تكرر ذلك بشكل دائم؟ إن كان هذا النوم لمرض يعتريك، إن كان أنه لمرض يعتريك فأنت معذور، أما إن كان هذا النوم نتيجة كسل أو أنك تسهر بالليل، وكثير من الناس الآن يسهرون على الفضائيات وعلى أو على اللعب، يسهرون، اتخذوا الليل نهارا الآن، فهذا لا يعفيك وليس عذرا، ليس هذا عذر لك، عليك أن تتقي الله وأن تنام مبكرا، وأن تحرص على القيام، وتوصي من يوقظك، أو تعمل عندك منبها في الساعة ينبهك للصلاة. إذا كان هذا ما هو نتيجة مرض، وإنما هو نتيجة ثقل النوم، هذا ما هو عذر، ثقل النوم لأنك مصيف بالنوم تأخر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث، كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، لأن الحديث بعدها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقوم آخر الليل ويتهجد، فهو ينام علشان يقوم، وأيضا ختام الأعمال يكون خاتمة أعمال النهار الصلاة، فينام مباشرة بعد الصلاة، ولا يأتي بعدها شيء ينقض هذه الخاتمة الطيبة. فعلى كل حال عليك بعمل الأسباب الموقظة، ولا تستمر وتقول أنا ثقيل النوم، هذا ما هو عذر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك من يجعل بين الأذان والإقامة للفجر من 50 إلى 60 دقيقة، فما حكم ذلك؟ 60 أو 50 تطلع الشمس، هذا باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز، هذا لا يجوز، هذا مخالف لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يمكن يحب أنه ينام ويبي يوجد لنفسه فرصة. وأيضا ما يجوز مخالفة المسلمين في البلد، الناس صلوا وانتهوا وهذا تأخر عنهم، ما يجوز الشذوذ والمخالفة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل:
أيهم أفضل للمرأة إذا كانت عند المسجد الحرام أن تصلي في الحرم أم في البيت؟ يجوز لها أن تصلي في المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره، يجوز لها هذا إذا التزمت بالآداب الشرعية، صلاتها في بيتها أفضل سواء في مكة أو غيرها، صلاتها في بيتها أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم السنة القبلية لصلاة المغرب؟ هذه ما هي سنة، ما هي براتبة، راتبتها بعد، لكنها نافلة مطلقة مستحبة، أن يصلي ركعتين قبل المغرب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه، هي سنة مؤكدة ولكنها ليست راتبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح السنن التي تسقط عن المسافر وخصوصا سنة صلاة الجمعة. السنن اللي تسقط عن المسافر الرواتب اللي مع الفرائض، إذا قصر الصلاة فلا يصلي راتبة، إذا قصر الصلاة لا يصلي راتبة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت، فإذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي قبلها ولا بعدها راتبة. أما صلاة الليل والوتر، صلاة الضحى، هذه مشروعة للمسافر وغيره، النوافل المطلقة هذه مشروعة للمسافر ولغيره. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أداء السنة بعد الأذان إذ أنني قد أديت تحية المسجد من قبل؟ السنة بعد الأذان إذا كان قصدك الراتبة، لأن تحية المسجد هذه للدخول، عند الدخول، وإذا أذن دخل الوقت تكون عليك الراتبة القبلية للظهر مثلا، للظهر هذه راتبتها قبلها وبعدها، أما العصر وأما المغرب وأما العشاء فهذه ليس لها راتبة قبلها، وإذا صليت من باب النفل المطلق فلا بأس بذلك. كذلك الفجر راتبتها قبلها، يعني الظهر والفجر لها راتبة قبلها، وما عداهما فليس لها راتبة قبلها، وإنما يصلى قبلها من باب النفل المطلق. هذا أنت مخير، إن شئت تقوم وتصلي نفلا مطلقا، وإن شئت تستمر جالسا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يضع يديه على الأرض عند السجود قبل ركبتيه، وهل هذا مثل بروك الإبل؟ إن كان هذا يحتاج إلى وضع يديه مثل كونه معيب أو كبير سن أو مريض فلا يكره هذا للحاجة، أما إذا كان قوياً فالأفضل أن لا يتشبه بالبعير، أن يضع ركبتيه قبل يديه، يضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الترتيب الأفضل والأحسن، ولا يتشبه ببروك البعير إذا كان قوياً. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الجلسة بين السجدتين ما حكم من لم يطمئن فيها ولم يعتدل حتى سجد الإمام الثانية؟ لا يتأخر في السجود، لا يتأخر في السجود، إذا رفع الإمام يرفع معه من أجل أن يجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، ولا يفوت الجلسة بين السجدتين، هذا يكون ضيع الجلسة، والجلسة بين السجدتين واجبة، وقل رب اغفر لي واجب، فلا يفوت هذا ويستمر ساجدا ثم يقوم وإذا بالإمام يسجد الثانية، هذا فوت على نفسه هذا الشيء، فوت على نفسه واجبين، واجب الجلوس وواجب قول رب اغفر لي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يرفع يديه للتكبير عند القيام من التشهد الأول وهو ما زال جالسا؟ رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول هذا ورد به
ورد به حديث وقال به بعض العلماء، فيكون موطنا رابعا، المواطن التي ترفع فيها اليدين، ترفع فيها اليدان في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع وعند الرفع من الركوع، والموطن الرابع عند قيامه من التشهد. لكن لا يرفع يديه وهو جالس، يرفع يديه في أثناء القيام إلى أن يعتدل، يبدأ من بدأته بالقيام إلى أن يعتدل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الحد الذي تفوت به تكبيرة الإحرام في حق المأموم؟ نعم. يقول السائل: ما هو الحد الذي تفوت به تكبيرة الإحرام في حق المأموم؟ يعني تفوت به فضيلة تكبيرة الإدراك، إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام. إذا انتهى الإمام منها انتهت فضيلتها. نعم. إذا انتهى الإمام منها وهو ما حضر انتهت فضيلتها. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر في هذا الزمان تعمد كثير من المسلمين تأخير صلاة الفجر عن وقتها، فلا تصلى إلا عند الذهاب للعمل، فما توجيهكم لمثل هؤلاء، وما الحكم المترتب على فعلهم هذا؟ يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يقوموا ويصلوا مع المسلمين في الوقت. لو كان لهم عمل دنيوي ما تأخروا عنه، ولكن لما كان هذا حقا لله وهو من عمل الآخرة تكاسلوا عنه، وسيندمون إن استمروا على هذا، سيندمون عما قريب، ولا يمكنهم أن يتداركوا ما فوتوا على أنفسهم. فعليهم أن يبادروا بالتوبة وأن يقوموا مع المسلمين صلاة الفجر. أنت مسلم، لماذا تتأخر عن المسلمين؟ المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، لماذا تتأخر عن صف المسلمين، تنفرد عنهم وتأخر الصلاة عن وقتها ولا تصلي إلا إذا قمت؟ هذه ما هي بصحيحة، الصلاة ما هي بصحيحة، لأن الله أمرك بالصلاة في الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أمرك أن تصلي مع الجماعة، أمرك أن تصلي في المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أنت عبد مأمور، هو أنت اللي تخطط لنفسك في العبادة وتجعل العبادة على رغبك وكيفية نفسك، هو هذا إليك، هذا إلى الله، أنت عبد يجب عليك السمع والطاعة إذا كنت تريد النجاة لنفسك. أما إذا كنت لا تريد النجاة لنفسك فأنت المفرط وأنت المسؤول عن نفسك يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في كثير من المدارس وفي جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوي ظهر بينهم ترك صلاة الفجر، فلا يصلي إلا نسبة قليلة، فما هو التوجيه لمدراء المدارس والمعلمين، وهل نأمرهم بالصلاة ولو أخروها؟ كيف؟ يقول: في كثير من المدارس وفي جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوي ظهر بينهم ترك صلاة الفجر، فلا يصلي إلا نسبة قليلة، فما هو التوجيه لمدراء المدارس والمعلمين، وهل نأمرهم بالصلاة ولو أخروها؟ كيف أخروها؟ ما يصلح. كل مسلم، مدير مدرسة ولا غيره، كل مسلم يجب عليه أن يصلي مع المسلمين في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، ولا يتأخر عن الصلاة. والمدير قدوة يقتدي به الطلاب ويتحمل آثامهم يوم القيامة، لأنه قادهم إلى هذا العمل الباطل، فهو أهلك نفسه وأهلك من يقتدي به، وهو راع ومسؤول عن رعيته. الطلاب ما داموا في المدرسة فهم رعية تحته، يراعيهم، يأمرهم بالصلاة،
أمرهم بالعبادة والأخلاق الطيبة، هو قدوة، هو مسؤول. وإذا كان هو يتساهل بالصلاة فلا يصلح أنه يجعل مديراً أو مسؤولاً، هذا خان دينه أولاً، فكيف لا يخون العمل؟ فيجب أن لا يختار للمدارس والإدارات إلا أهل الصلاح وأهل الاستقامة والقدوة الحسنة الذين يصلحونها ولا يفسدونها. وأما أنك تنصحهم، نعم هذا واجب عليك، من عرفت أنه تكاسل عن صلاة الفجر واجب عليك أنك تنصح، تخوفه بالله وتعظه وتذكره، يجب عليك هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: انتشر بين النساء اليوم استخدام زيت الحشيش للشعر، فما حكم استعماله؟ حشيش المخدر ما يجوز استعماله، ما يجوز استعمال دهنه وعصيره، لأن هذا ترويج له، ترويج للحشيش، حجة أنه يستخرج منه كذا ويدهن فيه كذا. الله جل وعلا جعل للمسلمين ما يغنيهم عن هذه الأمور المحرمة. الأدهان كثيرة وميسورة ولله الحمد، يدهن بغير زيت الحشيش. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.